الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد، فالسعادة هي مطلب كل إنسان. السعادة هي ما يعمل الإنسان وكل إنسان من أجلها. وتعريف السعادة هي الرضا والطمأنينة والبهجة والراحة النفسية والبدنية. السعادة تنقسم إلى قسمين: سعادة دنيوية وسعادة أخروية. فالسعادة الأخروية لا تتحقق إلا بالسعادة الدنيوية، وأعني السعادة، السعادة الإيمانية الدينية، السعادة المنشودة عند المسلم هي رضا الله عز وجل. والناس في عالم الناس كل واحد إلا وينظر إلى السعادة من وجهة نفسه ونظره وما يهمه هو. فالمريض سعادته هي أن يشفى، والفقير سعادته هي أن يحصل على مال، والمظلوم سعادته هي أن ينصف له من الظالم وأن يؤخذ له حقه من الظالم. السجين سعادته هي أن يفك عنه وأن يخرج من السجن. وهكذا الناس يختلفون في شأن السعادة، ولكن السعادة في الدين هي أن يرتبط الإنسان بالله عز وجل ارتباطا ينشأ من خلاله الرضا والطمأنينة والحياة الطيبة. السعادة في التوحيد، في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. ولذلك عبد الله بن مبارك كان حافيا شبه عاريا فقيرا جالسا في البصرة وليس له أحد فيها، غريب، وهو يقول: لو علم الملوك ما نحن عليه من لذة لا إله إلا الله لجالدون عليها. لو علم الأغنياء والأثرياء والملوك ما نحن عليه من سعادة ونحن نردد لا إله إلا الله. السعادة في الإيمان، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. السعادة هي في الصلاة، أن تركع وتسجد لله وتقف بين يدي الله عز وجل في قيام الليل، وتحافظ على الصلوات الخمس في المساجد. هذه السعادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت لذة عيني وراحة عيني وسعادة عيني في الصلاة. الحياة في العبودية لله، في العبودية لله، في الركوع لله، في السجود لله، هذه السعادة. السعادة في قراءة القرآن والتعامل مع القرآن ليل نهار، أن يكون لك ورد تقرأه في الصباح والمساء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذلك بالقرآن الكريم، بكلام الله عز وجل تناجي الله بالقرآن، هذه السعادة. السعادة في الزوجة الصالحة، إذا رزقك الله زوجة صالحة ودخلت إليها وعليها ابتسمت في وجهك، كلما نظرت إليها أسرتك، إذا أمرتها أطاعتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظك في نفسها ومالك. هذه السعادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء ثلاث، فذكر منها المرأة الصالحة. هذه السعادة الحقيقية. السعادة هي في الذرية الصالحة المطيعة البارة، رزقك الله بأولاد يطيعونك لا يعصونك، تراهم يعبدون خالق الكون، يمتثلون أمر الله ويطيعون أمرك، يطيعون الله ويطيعونك، هذه السعادة. كلما أمرته أطاعك، كلما كبرت إلا وتفانوا في خدمتك، هذه السعادة. السعادة في جمع المال الحلال، إذا رزقك الله بمال حلال فهذه السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. السعادة في الصحبة الصالحة، تعينك على طاعة ربك وتأخذ بيدك إلى أماكن الخير. السعادة هي أن تجلس وتسمع المواعظ، وإذا دخلت بيت الله تشعر بالسعادة، وأنت تقرأ القرآن أو تسمع إلى الخطبة أو تسمع إلى موعظة. السعادة هي أن تكون على طاعة الله دائمة، تلتزم بأمر الله عز وجل، هذه السعادة الحقيقية. وهل حقا نحن حققنا هذه السعادة؟ الناس لما ابتعدوا عن الله عز وجل وعن منهج الله تراهم يعيشون شقاء، تراهم يعيشون في الشقاء، الشقاء في الماضي والشقاء في الحاضر والشقاء في المستقبل، هذا ما يعيشه الناس الآن. أغلب الناس لما يتحدثوا عن الماضي ينتابهم شعور الحزن، وبالحزن: فلان كلاني، فلان سرقني، فلان ظلمني، فلان تعدى عليا، فلان ما خلصنيش، فلان فلان فلان،
مشاكل، مصائب، أحزان، يشتكي من أصحابه، من أصدقائه، من أولاده، من أهله، من جيرانه. الماضي اللي تحدث عليه في الماضي فهو أسود عندك، حل. إذا تحدثت وحدثك عن الحاضر فكله آلام، آلام وأحزان. إذا حدثك عن المستقبل كلها هموم، أي آماله كلها هموم. بربكم الآن واش كاين شي واحد اللي تلقى معاه يقول لك أنا سعيد، أنا فرحان، أنا مبتهج، أنا مطمئن؟ كل واحد إلا ويشتكي، إما يقول لك خصني الفلوس، أو خصني العمل، أو عندي الزوجة مصيبة، أو عندي الولاد معكسين، أو عندي الجيران مضايقيني، أو عندي صحابي مفلسين. المهم يحط لك واحد العرام تاع المشاكل. أنا اللي يجي يقول لك ادعي معايا الله، أشنو عندك؟ كروب وهموم، غموم وشؤم، أمراض ومصائب ومشاكل، مصائب خصوصا الشقاء داخل الأسر، الشقاء جحيم داخل الأسر. علاش؟ لأننا ابتعدنا عن الله. الله عز وجل يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا قلبك انشرح للدين وللقرآن وللإسلام تشعر بالسعادة، تغمرك تغمرك السعادة. إذا لبست اللباس السعادة، لباس الجديد، تدعي الله عز وجل أنه يديم عليك هذه النعمة. إذا أكلت تشعر باللذة والسعادة وأنت سعيد. إذا ارتحت وجلست مع أصدقائك فرحان مبتهج. الآن تلبس الجديد غضبان، حزين، عندك الفلوس حزين. بربكم الناس، احنا صغار، كنا صغار يوم العيد الفرح والضحك والابتسامات في بادية على وجوه الناس، الناس فرحانين ولا تسمعوا كلمة سوء في يوم العيد، غير الفرح والنشاط والأكل والشرب. الآن الناس كتخصموا الدبز نهار العيد، الإنسان صبح مع الولاد ويدبز خيق غضبان، وكأننا فقدنا الابتسامة التي كانت من قبله. السعادة في الابتسامة، السعادة في الابتسامة. تبسم في وجه أخيك لك صدقة، هذه كيدل على السعادة أنك سعيد. كان السلف الصالح لما يصبح يتلقى مع أخوه يقول كيف أصبحت؟ أصبحت مؤمنا. والله لنا بخير الحمد لله. كيف حال إيمانك؟ والله لا بخير. الآن اللي تكلم معاه اللي مزيان كي راك داير ورحنا نسلكو، تولينا بحال السلوكة، رحنا نسلكو، منين جبنا هذه السلوكة؟ سلك اللي تسلى الخير وكان نسلك، حتى باش يعبد الله ويذكر الله يقولك الحمد لله. ابتعدنا عنها، علاش ما تقولش الحمد لله في السراء والضراء؟ انت مزيان قول الحمد لله باش يكتب لك الاجر، ماشي مزيان قول الحمد لله باش يكتب لك الاجر. واسلك واش راني نسلك؟ واش الملائكه يكتبوا لك تسلك؟ اذكر الله عز وجل. كيف اصبحت؟ اصبحت مؤمنه. وما كاينش الناس الان اللي كيسولوا ما علاقتك مع الله،
كاين صحاب مده من الزمن هما صحاب، ولا يساله علاش ما كتصليش، ولا صاحبه يقول له واش حنا كنقراو القران، كتقرا القران كم مره انت كتقرا القران، كتحضر الدروس المواعظ، الله نمشيو نحضر واحد الدرس نسمعوا الموعظه، لا يقولوا كاين واحد المباراه نتاع الكره الله نمشيو نشاهدوها، كل واحد يجر الاخر للمفاسد للمهالك، لا ندل الناس على السعاده، كندلهم على الشقاء على الشقاء. الامم الان كتبحث على السعاده، السعاده ولكن الماديه، داروا واحد الاحصاء في شأن دول اللي هي سعيدة شعبها سعيد وفرادها سعداء، لقاو الدنمارك هذه مدة، دنمارك هي الدولة اللي فيها السعادة، شنو السعادة نتاع المادة، سعادة ظاهرة موراها السويد، أما الآخر زبومبوي ولا ما نعرف شي دول أفريقية آخرها، ماشي السعادة الدينية، السعادة الإيمانية، السعادة النفسية، إنما يتحدثون عن السعادة الظاهرة، عنده سيارة عنده دار ويحوس ويقول كذا سعيد، ولكن لو سألته أنه يعبر عن ما بداخله يقول لك والله لا أنا أشقى الناس، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحد عنده سيارة عنده دار عنده فلوس عنده كذا ولكن شقي، واحد عنده براكة دار 50 متر 40 متر، يصلي حافظ على الدين، براد تاي يتعشى به الخبز، لما تحدي يقول لك والله إلا سعيد فرحان مع أولاده ضاحك ما شاء الله ولكن حافظ على الدين، وإلا حتى الفقير بعض المرات يكون أشقى الناس، أشقى الناس إلا ما كانش يعرف الله من غادي تجي له السعادة. لذلك الناس إما يكون سعيد في الدنيا يمشي للسعادة الأخيرة، وإما يكون سعيد هنا في الدنيا يمشي للشقاء الأخيرة، وإما يكون شقي يمشي للسعادة الأخيرة، وإما يكون شقي يمشي للشقاء والعياذ بالله. مؤمن سعيد شعر بالسعادة، يموت يمشي للسعادة الأبدية دائمة وهي الأخيرة الجنة. واحد سعيد هنا بالدنيا بالمادة فلوس موجود كل شيء متوفر ولكن يمشي للشقاء، واحد شقي هنا يمشي للسعادة، واحد شقي يمشي للشقاء، عايش في الفقر والجوع وتمارى الصبح يبكر العمل ولا يجد العمل يرجع تمارى عذاب، ومع ذلك من يموت يمشي للشقاء والعياذ بالله الأبد الأبدي. ها المصيبة، ها المصيبة المصائب. لذلك الله عز وجل يأخذ الإنسان اللي هو أسعد الناس في الدنيا، كل شيء متوفر عنده متوفر عنده، يغمسوه في جهنم غمسة واحدة يقول له هل مر عليك من خير، واش عمرك كنت سعيد في الدنيا، يقول له ما عمرني شفت السعادة أبدا إلا شفتها في حياتي، هو كان سعيد كل شيء متوفر ولكن غير غمسة واحدة في جهنم نسيتو كل السعادة الدنيوية. واحد عاش من صغره إلى كبره إلى أن مات في الشقاء ولكن مؤمن، يغمسه واحد الغمسة في الجنة يقول له واش مر عليك شي شقاء، يقول له ما عمرني كنت شقي ابدا الا شفت شي حاجه، عشت سعيد وراني في سعيد. هذا ملحوظ ايها الاخوه، نكونوا جيعانين ويتحط لك واحد الطبسي نتاع الماكله واللذيذه، كنت شقي قبل نشقى جائع المصارني قرقرو الجوع فيك، حطوا الماكلة مني تبدا تاكل
باللذة والطعام وذوق الطعام وذوقه. واش ذاك الشقاء نتاع الجوع مازال باقي ولا كيمشي؟ ذهب أمشى. والعكس، أكليت شبعت واحد المدة وجعت، ذاك اللذة نتاع الماكلة واش بقات ولا مشات؟ مشات. هذه هي الدنيا. ولذا الله عز وجل سمى الدنيا كلها بالمتاع. هذا المتاع ماشي دائم، قليل. قال قل متاع الدنيا قليل. عندك تغر وعندك توهم أن ما عندك سيدوم. راه السعادة جزئية. إلا كنت سعيد سعيد النهار راه تجيب 10 أيام ولا شهر وانت بالهموم. ولكن إلا كان عندك السعادة الدينية راه دائما تعيش سعيد، واخا الهموم تكون في الظاهر عند الناس أنك مهموم. قارون أعطاه الله ما أعطاه من الكنوز، كان يقول لهم أنا سعيد، ولكن في الحقيقة كان شقي. حتى أن الأغبياء المغرورون كيقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ، أي سعيد، لذو حظ عظيم. اللي عندهم العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه السعادة ما غاديش تدوم. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا احنا خصنا نبحثوا عن السعادة. راه السعادة في الدين، وماشي السعادة في الدين بمعنى أننا كنصلي صلاة اللي معروفة عندنا احنا الآن عند شبابنا وعند الناس كلها إلا ما رحم ربي. السعادة خصك تذوقها في الدين، تعيش للدين، الذوب في الدين. وإلا بعض المرات نشوفه يجي لك للصلاة السروال مقطع، الحسانة ما عرفوا شنو دار، ويجي لك للصف الأول يصلي. اش من صلاة عمي؟ كما يقولوا عيشة يعيش عيشة الأجانب، وبغى يموت موت الصحابة، يعيش عيشة الغرب، الحسانة والكسوة. ولكن يقول لك يا ربي تقتلني على الصحابة، مع الصحابة. سبحان الله. هذه المرة لغيت على واحد، قلت له الواحد واحد السروال مقطع، قلت شوف ذاك السراول جينز، قلت له يمكن ما عندكش، انا عارفه بين الله لاباس عليه، قلت له ما عندكش يمكن نشري لك شي سروال؟ قال لي لا راني لاباس عليا ربا لاباس. قلت له السروال اللي مقطع؟ قال لي لا هذه موضة. الله ينعل على الموضة اللي راكم حيينها. هذه الموضة نتاع جهنم، هذه الموضة نتاع جهنم. واش حنا عندنا شي موضة بحال هذه؟ الله عطاك النعمة، نعم عليك باللباس، ورا اللباس أول ما تكسى سيدنا آدم وأمنا حواء من لباس الجنة. علاش كنتعراو حنا؟ ربي يسترك. شحال واحد استروا الله، عطالو الألبسة، والناس كتعرى كتقولوا لا يا رب. وأما بنعمة ربك فحديث. الوالدين ديالنا في وقت الاستعمار الاحتلال كان الشكارة تاع الدقيق يلبسوها، ما كاين لا ألبسة. الآن ما أعطى الله الخير والسعادة في هذه الماديات، فإذا الناس يشقونا ما عليه إلا أن يشقى، خصو يبحث عن الشقاء والعياذ بالله. لما كثرت الماكلة بقينا نرميوها في الزبالة. الوالدين ديالنا كان يحكيو لنا إلى لقاو القشر نتاع الأورانج البرتقال في الطريق ياكلوه، حبة نتاع القمح ياخذها. احنا الخير كلشي مزلع، بل نقذف به في القمامات. وكاين الفقراء والمساكين ما وجدوا ما يأكلون. كذلك من السعادة، اللي بغيت السعادة
أدخل السعادة على قلوب الفقراء والمساكين. والله إذا أسعدت إنسان أسعدك الله. هذه خصكم تعرفوها. إذا شي واحد فقير، ماشي المتسول اللي كيسول في الزنوق وكذا، هذو اللي تاخذوها حرفة وامتهان. لا، اللي تعرفوا يحسبوهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألوا الناس إلحافا. إذا دخلت عليه السرور وسعدته، الله يسعدك. فرح المسلم يفرحك الله، سعد المسلم يسعدك الله عز وجل. إدخال السرور على الناس، خدمة الناس سعادة، خدمة الدين سعادة. هذه السعادة. اللهم أسعدنا في أيامنا، في أعمارنا، في حياتنا. اللهم أسعدنا في الدنيا وأسعدنا في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.